بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين، آمين رب العالمين. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. في ختام هذه السورة المباركة، سورة طه، في الآيات الأخيرة منها يدور الحديث حول الكفار المعاندين، باعتبار أن هذه السورة المباركة نزلت في مكة المكرمة، يكون جوها العام الحديث عن العقائد الحقة. لذا ابتدأت برسالة الرسول صلى الله عليه وآله والقرآن الكريم، وذكر بعض النماذج من أولياء الله، أنبياء الله، بعض الأفراد الكفار الذين آمنوا، الذين تابوا، بعض الكفار المعاندين، ومختلف القضايا التي مرت خلال هذه السورة المباركة. في النهاية، الآيات الثلاثة الأخيرة، الله تبارك وتعالى يتطرق إلى ذكر الكفار المعاندين الذين يرون الآيات وينكرونها. طبيعة الكفار، إلا بعض الكفار، طبيعتهم هكذا، أنهم يرون الآيات وينكرونها ويطلبون معجزة أخرى. كلما جيء لهم بمعجزة، كلما طلبوا معجزة، النبي نبيهم أتى بتلك المعجزة، إلا أنهم بعد مشاهدتها أنكروها وعاندوا وطلبوا معجزة أخرى. لاحظوا تاريخ الأنبياء، قوم صالح، النبي صالح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، طلبوا منه الناقة، تلك التفاصيل اللي تخرج من الجبل، وآتينا ثمود الناقة، الله استجاب لهم، وخرجت الناقة من قلب الجبل، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. هم طلبوا شيء معين، الله استجاب لهم، ولكنهم عاندوا إلى أن حل بهم العذاب. الحواريون ذول أصحاب النبي عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، ذول كانوا مؤمنين، ولكن طلبوا نزول مائدة من السماء. إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. الله تبارك وتعالى إذا أنزل الآية، أنزل المعجزة، هذه سنة حسب طلبهم. إذا أنزلت الآية والمعجزة حسب طلبهم فلم يؤمنوا وكفروا، العذاب حتمي، نزول العذاب حتمي. لذا بعد ما الحواريين ذول مو كفار، ذول مؤمنين، طلبوا من النبي عيسى نزول المائدة، الله تبارك وتعالى أجابهم. قال الله: إني منزلها عليكم، أو منزلها عليكم،
فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الآية اللي أنت تطلبها هذا قانون، بعد نزول هذه الآية المطلوب الإيمان والتسليم المطلق، أما الإنكار فيساوق العذاب الحتمي. فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وهكذا في تاريخ الأنبياء، أنبياء بني إسرائيل مع أقوامهم، لاحظوا معاجز النبي موسى اللي بعضها مرت خلال هذه السورة المباركة. الله تبارك وتعالى يقول: فأرسلنا عليهم الطوفان على الأقباط قوم فرعون، والجراد، هاي معجزة أخرى، والقمة والضفادع والدم، آيات مفصلات. هاي خمس آيات هنا مجموع في تسعة آيات. فاستكبروا بها وكانوا قوما مجرمين. بمجرد ما كانت الآية تنزل عليهم ولما وقع عليهم الرجز قالوا: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. احنا نؤمن بس اكشف هذا العذاب عنا. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. بعد خلاص انتهى الأمل، فانتقمنا منهم. في نهاية المطاف الانتقام. ذولا بعد ما يفيد وياهم أي شيء، أي برهان، أي دليل، أي حكي مقنع، أي حجة واضحة وبينة. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. إلى أن جاء دور رسول الله صلى الله عليه وآله. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله جاء لهم بآيات عديدة، من أهمها القرآن الكريم اللي كل آية فيها آية يعني معجزة. فأتوا بمثل هذا القرآن، فأتوا بعشر سور مثل مفتريات، فأتوا بسورة واحدة، ما يقدر يجيبوا. ومن خلالها في أثناء نزول القرآن أيضا كان الكفار، كفار قريش، يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ويطلبون منه معاجز أخرى. كان الرسول يستجيب لهم فيريهم تلك المعجزة والآية. اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، هذا القمر الموجود في السماء انشق إلى نصفين. هنالك آيات عديدة تدل على معاجز لرسول الله صلى الله عليه وآله غير القرآن، وهنالك روايات عديدة أيضا تدل على حدوث معاجز بيد رسول الله صلى الله عليه وآله غير القرآن الكريم، روايات صحيحة ومعتبرة. هذه الآية إحداها، هذه الآية الكريمة اقتربت الساعة وانشق القمر، كلهم بوضوح شافوا هذه الآية انشق القمر إلى نصفين بتفاصيل مذكورة في الروايات. الآية تجبل البيان، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. مع ذلك كذبوا بها. الغريب أن هذه الآية صريحة وواضحة في أن القمر في السماء انشق إلى قسمين. ورأيت في بعض التفاسير أن المقصود من هذه الآية هو القمر في السماء. البعض النادر جدا مأولها
بيوم القيامة انشق القمر، يعني سينشق القمر في يوم القيامة من باب المستقبل المتحقق، الوقوع عبر عنه بصيغة الماضي، ولكن الآية صريحة وواضحة في المقصود عن هذا القمر اللي هو في كبد السماء. والظاهر قيام الإجماع على هذا من الطائفتين إلا اثنين ثلاثة كما رأيت في بعض التفاسير، بالاتفاق أن المقصود انشقاق القمر في السماء، معجزة من معاجز رسول الله صلى الله عليه وآله. فهم الآية صريحة وواضحة، هم أكو شبه الإجماع على أن المراد القمر في السماء، ولكن مع ذلك تشوفون بعض الأفراد ينكرون ذلك حتى يومنا هذا، يجي يقول لا، أي معجزة لم تحدث بيد رسول الله صلى الله عليه وآله إلا القرآن الكريم. هذه روايات مثلا ضعيفة كذا يأولها، ماكو داعي للتأويل وقت اللي آية صريحة والروايات متطابقة مفادها مع هذه الآية الكريمة، وقد قام الإجماع وشبه الإجماع على ذلك، ليش واحد يأول؟ ماكو داعي للتأويل. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. هذا مو يوم القيامة وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، هذه الآية التي شاهدناها. هنالك أيضا معجزة أخرى لرسول الله صلى الله عليه وآله بطلب من كفار قريش، طلبوا منه في نهج البلاغة، يمكن في إحدى السنوات السابقة قرأنا نص الرواية، رواية يعني حد خطبة لأمير المؤمنين عليها أفضل الصلاة والسلام، قرأناها في السنوات السابقة. جاءوا إلى رسول الله وطلبوا منه أن هذه الشجرة تأتي إليه، فانقلعت بجذورها وجاءت ولها دوي شديد وقصف كقصف أجنحة الطير، ووقفت أمام رسول الله صلى الله عليه وآله. قالوا لا من قبل، شاهدوا المعجزة بطلب منهم، قالوا من قبل. ثم طلبوا من الرسول صلى الله عليه وآله أن تنشق الشجرة إلى قسمين، قسم يتقدم قسم يتأخر، ففعل. القسم المتأخر يلتحق، التحق وكذا. الخطبة جدا جميلة لو واحد يقراها جدا يتأثر بها. لم يؤمن بهذه المعجزة إلا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، كلهم قالوا كذب وسحر، إنك ساحر. بعد أن أراهم الرسول صلى الله عليه وآله المعجزات التي طلبوها والمعجزة المستمرة القرآن الكريم، ولم يؤمنوا، توقف تنفيذ طلباته، انتهى الأمر معه. المقرر حسب سيرة الأنبياء السابقين نزول العذاب عليهم لأنه تمت الحجة، ولكن الرسول صلى الله عليه وآله رسول الرحمة، رسول للعالمين، بعثت رحمة للعالمين. الله تبارك وتعالى أراد أن لا يعذب بعد الإسلام أحدا كما عذب الأمم السابقة، فلذا بعد أن أنكروا وعاندوا ولم يؤمنوا أغلق هذا الباب. بعد الآن إيش ما تطلبون وتقترحون لا نستجيب لكم، انتهى الآن. لأن إذا يطلبون ولا يؤمنون بعد أن يريهم الرسول صلى الله عليه وآله تلك المعجزة المطلوبة يستحقون العقاب والعذاب، والمفروض أن لا يعذبوا. ليش أغلق ذلك؟ أولاً أغلق هذا الباب، أولاً لأن الرسول رسول الرحمة صلى الله عليه وآله، وقد رفع الله العذاب عن أمته إلى يوم القيامة، العذاب كعذاب الأمم السابقة، هذا أولا. ثانيا
مو المهم نوع المعجزة، المهم التسليم للمعجزة. إذا واحد عنده حالة عناد أنكر المعجزة الأولى، ألف معجزة تجيب له ينكر، ما يقبل. عنده حالة عناد، أنت تجيب له ألف دليل، المعاند يؤمن يؤمن، اللي يرفض البينة الواضحة كوضوح الشمس كانشقاق القمر، بعد جيب له ألف بينة ألف معجزة، هذا عنده حالة العناد. المعاند إش ما تسوي له لا يؤمن، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لذا قوم موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، يعني الأقباط جماعة فرعون، كل ما شافوا المعجزات الواضحات البينات لم يؤمن، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. شافوا الطوفان، الجراد، القمال، الضفادع، الدم، العصا، اليد البيضاء، كل هذين شافوها وقالوا عناد، واحد معاند، المعاند شنو تريد تسوي له؟ وقالوا مهما تأتنا به من آية بينه لتسحرنا بها، من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمن، احنا بنؤمن. لذا الله تبارك وتعالى أغرقه فانتقمنا منهم، فأغرقناهم باليم في اليم. بانتهاء عصر الرسالات السابقة قبل رسول الله صلى الله عليه وآله كان العذاب ينزل، طلبات تستجاب، لا يؤمنون، العذاب ينزل. بمجيء رسول الله صلى الله عليه وآله أغلق هذا الباب، بعد أن أراهم المعجزات الإلهية الربانية، بعد أن استجاب لطلباتهم، بعد طلباتهم أغلق هذا الباب. في آية أخرى يقول تبارك وتعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات، إحنا ما نرسل الآيات بعد، شنو اللي يمنعنا؟ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، الأولون كذبوا بها، فكان مصيرهم العذاب، إحنا الآن نريد نعذبكم ف نمتنع عن إرسال المعجزة. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فعقروا الناقة، عناق، هذه الناقة التي خرجت من قلب الجبل، لماذا عقرتموها؟ وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فالحكمة من عدم نزول العذاب على كفار قريش بعد أن أراهم الرسول صلى الله عليه وآله المعجزات البينات الإلهية ابتداء والاقتراحية منهم، أولاً أن الرسول صلى الله عليه وآله بعث رحمة للعالمين، ثانيا السابقون كذبوا، هؤلاء أيضا يكذبون، فلا وجه ولا مبرر عقلائية للحديث مع المعاند الجاحد، مهما جئت له بآية فإنه ينكرها. وثالثا المعجزة خرق للقوانين التكوينية، الله تبارك وتعالى جعل نظاما لهذا العالم، هنالك استثناءات لخرق هذا النظام لإثبات شيء أهم في إطار الحكمة الإلهية، منها إثبات مدعي النبوة، واحد يجي يقول أنا نبي، أنا رسول من قبل الله تبارك وتعالى، خشنو دليلك؟
دليلي أنا آتي لكم بمعجزة. هذه المعجزة خارقة، هذا القرآن خارق، آيات القرآن الكريم. جيبوا فرد آية مثل هذه الآية، جيبوا فرد سورة مثل هذه السورة، ما تقدرون تجيبوا. هذه معجزة مستمرة يومية تنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله في إطار الحكمة. الله تبارك وتعالى يأتي بالمعجزة ويخرق القوانين الكونية. أنتم كفار قريش، تمت الحجة عليكم. إذا الله يستجيب لاقتراحاتكم، اقتراح وراء اقتراح، هذا إلى بداية ما إلى نهاية، ما إلى معنى، مو عقلائي، ما أكو مبرر عقلائي للاستجابة إلى اقتراحاتهم. لذا الله تبارك وتعالى لم يستجب لهم بعد ذلك. يقول تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. إذا تريد تؤمن هالمقدار يكفي، إذا مثل تؤمن أي شيء أجيب لك، أي حجة وبرهان أجيب لك، ما تؤمن وما تقبل. لذا هذه الآية الكريمة تتحدث عن لسان الكفار وتقول: وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. وقالوا يعني قال الكفار بعضهم لبعض، أو قالوا للمسلمين: لولا يأتينا، يعني لماذا لا يأتينا الرسول صلى الله عليه وآله بآية من ربه، يعني بمعجزة نقترحها عليه، احنا نطلب فرد شيء معين، لماذا لا يأتينا بذلك؟ أهو عاجز؟ فورا الله تبارك وتعالى يجيب. أنا واحد يقدر يستنبط نقطة أنه أي شبهة واحد لازم فورا يردها. إذا ابنكم اجل البيت وأكو فرد شبهة سامعها بالشارع، لا تغلق هذا الباب عنه، فورا أجب عن هذه الشبهة. إذا تعرف أجب، إذا ما تعرف أسأل من واحد يعرف، لأن هذه الشبهة إذا واحد ما جاوب عنها تظل عالقة في ذهنه وتتراكم. الآن موج الشبهات، شبهة بعد شبهة وماكو جواب، تتراكم، وإذا به يغرق في هذا المستنقع، مستنقع الشبهات، ويبتعد شيئا فشيئا عن الدين. لذا أي مكان أكو شبهة، أي مكان أكو تساؤل، القرآن الكريم فورا يجيب عن ذلك. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، بمعجزة، ببينة، اللي احنا نقترحها ليش ما يجيبها؟ الجواب: أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ما أجدكم الآيات في الصحف الأولى؟ أولم تأتهم يعني ألم تصل إليهم بينة ما في الصحف الأولى، يعني بيان ما في الكتب الأولى. شنو تلك الكتب؟ التوراة، الإنجيل، ربما الزبور أيضا. في تلك الكتب الأولى كتاب النبي موسى، النبي عيسى، النبي داود، ذكرنا أخبار الأمم السابقة التي أهلكناهم لما اقترحوا الآيات ثم كفروا بها. أهلكوا، ما سمعتوا، هل تؤمنون على أنفسكم، على مصيركم في المستقبل؟ تؤمنون على نفسكم؟ أنتوا تقترحون اقتراح جديد على رسول الله صلى الله عليه وآله، ما مطالعين أخبار تلك الأمم السابقة وما حل بهم من العذاب بعد أن لم يؤمنوا، بعد أن شاهدوا تلك الآيات المقترحة؟ شنو يؤمنكم؟ أنتم تبتلون بتلك العذابات السابقة. أولئك رأوا الآية
بعد أن طلبوها فكفروا بها فحل عليهم العذاب. أنتوا أيضا هذا هو مصيركم. لذا إحنا المقرر أنه لا نعذب أحد، هذا الباب أغلقناه. أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، يعني بيان ما في الكتب السابقة من التوراة والإنجيل وما أشبه ذلك. هذا الاحتمال الأول المقصود من الصحف الأولى، بينة ما في الصحف الأولى. الاحتمال الثاني المراد أن جئناهم بآية وهي القرآن، بينة يعني القرآن، معجزة بينة، بينة صفة لموصوف محذوف، بينة واضحة، معجزة آية، آية هي المعجزة. هذا القرآن الكريم بينة ومتطابق مفاده لمفاد الكتب السابقة. رسول الله صلى الله عليه وآله رجل لم يقرأ عند أحد، لم يدرس عند أحد، يعرفوه يطلقون عليه الأمي، وهذه معجزة من معاجز رسول الله صلى الله عليه وآله. أمي يعني لم يدرس عند أحد، ما عنده معلم، ما عنده أستاذ، تلقى العلم من الله تبارك وتعالى مباشرة. هذا الرجل اللي حسب الظاهر أنتوا تشوفوه ما دارس عند أحد، كيف يأتي بالقرآن الكريم ويخبر بالأخبار السابقة الموجودة في تلك الكتب؟ أولم تأتهم بينته يعني القرآن الكريم المتطابق مفاده مع ما في الصحف الأولى. القرآن يشتمل على الحجج، البراهين، الأدلة الواضحة أتى بها رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يتعلم عند أحد، حتى ذول اضطروا يقولون إنما يعلمه بشر، سلمان قصدهم هذا، قالوا هذا ده يعلم الرسول لأن ما عنده معلم، لم يتلقى العلم عند أحد، قالوا سلمان ده يعلمه. فورا القرآن يجاوب، قالوا إنما يعلمه بشر، فورا الجواب، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. القرآن الكريم يحتوي على الحقائق التاريخية، يحتوي على البينات الواضحة، يحتوي على الدلائل الباهرة النيرة المتطابقة مفادها مع مفاد الكتب السابقة الأولى. فلماذا لا تؤمنون؟ وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.